أقيم في مدينة الفلوجة وبرعاية مديرية الوقف السني احتفال بالهجرة النبوية بحضور جمع غفير من المشايخ وعلماء الدين ووفد من كتلة الاستقرار يترأسه عدنان الكبيسي. وأكد علماء الدين في هذه المناسبة في الفلوجة أن هذه المناسبة تدعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد الحفل قصائد تغنت بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكلمة تؤكد على الدروس والعبر المستقاة من الهجرة النبوية المباركة التي أصبحت دروساً للجيل الحالي في غزة والسودان وبقية بلاد المسلمين. نحتفل في مدينة الفلوجة بذكرى الهجرة النبوية، وإنها من أعظم ذكريات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحدث عظيم في تاريخ الأمة، ولها دروس كبيرة يجب أن نستفيد منها الدروس والعبر. تدعونا إلى وحدة الصف، وتدعونا إلى جمع الكلمة، وتدعونا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب رسول الله ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعونا إلى الهجرة من الذنوب والسيئات إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. بدعوة كريمة من مدينة الفلوجة المعطاء وبرعاية من ديوان الوقف السني ومديرية أوقاف الفلوجة ومديرية العام للاحتفالات في ديوان الوقف السني، أقيمت احتفالية كريمة مباركة بذكرى هجرة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جدد فيها الحاضرون الولاء والعهد لحضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برعاية ديوان الوقف السني دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف، أقامت مديرية الوقف السني في الفلوجة هذا اليوم احتفالا مركزيا بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، مستذكرين ومستلهمين أهم الدروس والعبر التي أخذت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير وبركة وأمان على الشعب العراقي وعلى العالم الإسلامي أجمع.